المحاضرة اللي فاتت بدينا في عرض بعض الابليكيشنز اوف ذا سوبرمان بروبرتي، وبعتقد ان احنا اخذنا اول مثال اللي هو المثال هذا، مظبوط؟ فقلنا انه المثال هذا لو اخذت اي باوندد ست باوندد اباف وعرفت المجموعة A زائد S بالطريقة هذه، فأثبتنا وممكن بسهولة إثبات أن السوبرمم للمجموعة الجديدة A plus S بتساوي A plus السوبرمم لS. وشفنا البرهان بالتفصيل المرة اللي فاتت، وكان هنا البرهان بيعتمد على انه الست هذه باوندد اباف، الست اس باوندد اباف، وبالتالي لها سوبرمم. ف السوبرمم الست اس هذه باوندد اباف، اذا السوبرمم تبعها اكزيست باي ذا سوبرمم بروبرتي. وشفنا بعد هيك انه العدد A زائد U بيطلع upper bound للست هذه، وبعدين أثبتنا أنه هذا العدد هو أصغر upper bound أو supremum للست هذه، وبالتالي هيك بنكون أثبتنا أنه supremum للست هذه موجود وبيساوي العدد A زائد U اللي هو A زائد supremum S. المثال الثاني لو اخذت تو فانكشنز المجال الدومين تبعهم مجموعة دي سبست من ار، وكتبت اف اوف دي على انها مجموعة كل العناصر اف اوف اكس حيث اكس ينتمي لدي، فالست اف اوف دي هذه هي الرينج تبع الفانكشن اف، صح؟ هي المدى تبع الفانكشن اف. وكذلك الست جي اوف دي هي الرينج تبع الفانكشن جي. فلو فرضنا انه الست اف اوف دي والست جي اوف دي باوندد سيتس في ار، فطبعا حسب السوبرمم بروبرتي المجموعتين هذول كل واحدة لها سوبرمم، كذلك حسب الانفيمم بروبرتي المجموعتين هذول كل واحدة فيهم لها انفيمم، الانفيمم تبعهم اكزيست. إذا نفرض أن المجموعتين هدول باوندد عشان إيه؟ نضمن وجود السوبرمم والإنفيمم لكل واحدة منهم. الآن في عندي بدي أبرهن حاجتين، لو كان الفرض f of x أصغر من أو يساوي g of x بتحقق لكل x دي، فبيطلع السوبرمم للمجموعة f of d بيطلع أصغر من أو يساوي السوبرمم للمجموعة g of d. وبرهان هذا البرهان يعني سهل، انا كاتب انه ايزي اكسرسايز، لكن ممكن نبرهنه، ممكن نبرهنه بكل سهوله. فهي نكتب البروف اوف بارت 1 للجزء الاول. فخلينا نثبت فيكس اكس ينتمي الى دي، ناخذ عنصر اكس ينتمي الى دي عشوائي باي هايبوثيسز من الفرض انا عندي اف اوف اكس اصغر من او يساوي جي اوف اكس للاكس هذه ولاي اكس دي، صح؟ هذا من الفرض. وجي اوف اكس اصغر من او يساوي السوبرمم للست جي اوف دي. طبعا هذا زي ما قلنا اكزيست باي سوبرمم بروبرتي باستخدام خاصية التمام.
السوبريمم هذا عنصر في الست، هذا جي اوف اكس عنصر في الست جي اوف دي صح؟ وهذا ابر باوند السوبريمم لجي اوف دي، ابر باوند للست هذه، وهذا عنصر في الست جي اوف دي، فهذا اكيد اصغر من او يساوي الابر باوند للست اللي بينتمي لها. هذا صحيح. الان هذا صحيح لكل اكس سينس اكس بيلونج تو دي واز arbitrary. اذا بيطلع عندي f of x اصغر من او يساوي supremum ل g of d، وهذا صحيح لكل x في d. هذا معناه انه العدد هذا العدد اكبر من او يساوي كل عناصر الست f of d صح؟ هاي هذا معناه انه السوبريمم للست g of d is an upper bound لمين؟ of a set f of d مزبوط صح؟ لانه هي كل عنصر f of x في d في f of d اصغر من او يساوي العدد هذا صح؟ طيب since the supremum للست f of d exist in R، طبعا برضو by supremum property لأن احنا فرضين ان الست هذه bounded صح؟ فالسوبرم تبعها موجود. الآن الست هذه السوبرم تبعها موجود، والعدد هذا العدد عبارة عن upper bound للست. إذا ما العلاقة بين الأبر باوند هذا للست والسوبريمم للست؟ في واحد أكبر من أو يساوي الثاني. إذا بما إنه هذا الكلام صحيح ويجت إنه السوبريمم لـ f of d هذا أصغر أبر باوند للست f of d، وهذا أبر باوند للست f of d، إذا السوبريمم بيطلع أصغر من أو يساوي الأبر باوند اللي هو سوبريمم g of d وهو المطلوب، وهذا بيثبت الجزء الأول. أوكي تمام. إذا الجزء الأول مش صعب وهينا أثبتنا، واضح؟ برهان الجزء الثاني برضو شبيه فيه. الجزء الثاني ايش بيقول لي؟ الفرض، لاحظوا الفرق بين الفرض تبع الجزء الثاني والجزء الاول. الفرض هنا انه f of x اصغر من او يساوي g of y لكل x و y في d. هذا اشمل، هذا اعم من هذا، هذا اقوى لتحت. لاحظوا انه لو هذا صح فهذا بيطلع صح اللي فوق، لكن العكس مش صحيح. طيب اذا هذا الكلام صحيح فهذا بيؤدي ان السوبريمم ل f of d بيطلع اصغر من او يساوي الانفيمم للست g of d. نشوف نبرهن الكلام هذا. فلبرهان الجزء الثاني هذا conditional statement، هاي الفرض وهي النتيجة الconclusion. فبنفرض ان الفرض هذا صحيح وبنثبت y fix y في d، نثبت عنصر y في d.
من الفرض بيطلع عندي f of x اصغر من او يساوي g of y، وهذا صحيح لكل x في دي، والواي ثابتة. والواي ثابتة، اذا هذا من الفرض صحيح لكل x في دي. طيب الان هذا معناه انه العدد هذا g of y حيث y عنصر ثابت هيو اكبر، هذا العدد اكبر من او يساوي كل ال f of x لكل x في دي، معناه هذا upper bound للست f of d. اذا g of y عبارة عن upper bound للست f of d من هنا، مظبوط؟ تمام؟ وبالتالي ال least upper bound ل f of d بيطلع اصغر من او يساوي ال upper bound ل f of d اللي هو g of y. اذا هذه المتباينة صحيحة. الان الواي هذه، الواي هذه اخترناها واز arbitrary fixed، احنا اخترناها عشوائية arbitrary وثبتناها. اذا الكلام المتباينة هذه الان صحيحة لكل واي، اذا المتباينة هذه صحيحة true for every y في دي. هذا معناه من المتباينة هذه بنستنتج انه العدد جي اوف العدد السوبريمم ل اف اوف دي هذا عبارة عن lower bound لمجموعة العناصر g of y حيث y ينتمي إلى d. يعني العدد هذا عبارة عن lower bound للست g of d. مظبوط؟ صح؟ طيب الـ infimum لـ g of d exist، وهذا العدد lower bound للست هذه، والـ infimum هذا عبارة عن الـ greatest lower bound لـ g of d. إذا الـ greatest lower bound دائما بيكون أكبر من أو يساوي أي lower bound. إذا الـ lower bound هذا أصغر من أو يساوي الـ greatest lower bound لـ g of d، وهذا اللي هو هذه النتيجة اللي إحنا عايزين نصل لها. أوكي تمام؟ واضح؟ إذا هذا برهان الجزء الثاني. الآن في ملاحظة، الملاحظة هذه بتقول إنه يعني ممكن طالبة تسأل أو تستفسر أو تتساءل، طب ما هذا الشرط باين زي هذا، فيش فرق بينهم. فإحنا بنقول لا، هذا الشرط اللي تحت أقوى من اللي فوق. اللي تحت لو كان تحت صحيح بيؤدي للي فوق، لكن لو كان اللي فوق صحيح هذا ما بيؤدي للي تحت. هذا الشرط أقوى من اللي فوق. فممكن واحدة فيكم تسأل تقول طب لو إحنا أخذنا الفرض هذا، لو افترضنا إنه هذا الكلام صح، هل ممكن نحصل على النتيجة اللي تحت؟ فالإجابة لا، الإجابة لا، هذا مش ممكن. إذا لو شلنا الفرض هذا وبدلناه بالفرض اللي فوق، النتيجة هذه لا يمكن الحصول عليها، مش شرط تكون صحيحة. اوكي؟ وهي في كاونتر اكزامبل، هي مثال على ذلك، أو مثال يوضح إنه لا يمكن استبدال الفرض تبع الجزء الثاني بالفرض تبع الجزء الأول نحصل على نتيجة الجزء الثاني. تمام؟ فناخذ على سبيل المثال او كاونتر اكزامبل بنسميه في الرياضيات، لو اخذت اف اوف اكس بتساوي اكس تربيع الداله التربيعيه وجي اوف اكس الايدنتيتي فانكشن، واخذت الدومين المشترك لاف وجي الكلوزد يونت انترفال. فطبعا بنلاحظ انه اف اوف اكس اللي هي اكس تربيع لكل اكس في الكلوزد يونت انترفال اكس تربيع اصغر من او يساوي الاكس، مظبوط؟ واكس بيساوي جي اوف اكس. اذا هي في عندي التو فانكشنز هذول، بالمناسبه التو فانكشنز هذول كلاهما باوندد بلو باي زيرو، باوندد اباف باي الرينج تبعهم اف اوف دي وجي اوف دي كسيتس كمجموعات بيطلعوا سبسيت من المجموعة من 0 ل 1.
وبالتالي كلاهما bounded above by 1 و bounded below by 0. إذن هاي في عندي المجموعات هذه bounded، وهي عندي الفانكشن f of x أصغر من أو يساوي g of x لكل x في d. هذا الفرض تبع جزء واحد اللي شفناه قبل شوية، لكن النتيجة تبعت الجزء الثاني لا تتحقق. تعال نشوف، هاي السوبرمم ل f of d، هاي مجموعة f of d السوبرمم تبعها الواحد هو الليست أبر باوند لها، والواحد أكبر من الصفر، والصفر الصفر برضو عبارة عن الجريتست لور باوند أو الانفيمم من المجموعة هذه. واضح إن الصفر لور باوند للست هذه وهو الجريتست لور باوند. إذا هي عندي السوبرمم ل f of d أكبر من الانفيمم ل g of d، وهذا نفي نفي النيجيشن تبع النتيجة تبعت الجزء الثاني. إذا هي في عندي تو فانكشنز بحققوا الهايبوثيسز تبع الجزء الأول لكن ما بحققوش الكونكلوجن تبعت الجزء الثاني، وبالتالي لا يمكن استبدال الهايبوثيسز تبع الجزء الثاني بالهايبوثيسز أو الفرض تبع الجزء الأول. أوكي؟ كنتيجة على الـ completeness property في عندي نتيجة كثير مهمة هنستخدمها كثير معنا في اللي هو الماتيريال اللي هناخدها لاحقا، اللي هو الاركيميديان بروبرتي او خاصية ارشميدس. ايه الخاصية هذه؟ بتقول لأي عدد حقيقي x في عدد طبيعي أكبر منه. أعطيني أي عدد حقيقي x سواء كان صفر أو موجب أو سالب، بقدر أعطيك عدد طبيعي أكبر منه، أو بقدر أوجد لك عدد طبيعي يكون أكبر منه. البرهان تبع النظرية هذه بيعتمد زي ما قلنا على الكومبليتنس بروبرتي. فلبرهان ذلك fix x في r، نبدا ب x في r نثبتها، وبدنا نعمل برهان بالتناقض. احنا عايزين نثبت انه للfix x اللي احنا ثبتناها يوجد عايزين نثبت العباره ان العباره هذه تكون صحيحه، يوجد عدد طبيعي اكبر من x. فبدي اعمل برهان بالتناقض، بدي افرض انه نفي العباره هذه هو الصح. إذا assume contrary إنه نفي العبارة هذه صح. طب نفي العبارة هذه صح، there exists ما بصير لكل n في n عكس المتباينة هذه اللي هو n أصغر أو يساوي x. إذا هنا الكونتراري أو نفي النتيجة هذه معناه إنه كل الأعداد الطبيعية أصغر من أو يساوي x. هذا معناه انه الاكس هذا upper bound للست ان، وبالتالي الست ان لها upper bound او bounded above. اذا by the supremum او completeness property الست ان بيطلع يوجد لها supremum، supremum تبعها exists in R. خلينا نسميه تمام. في لما واحد اتناش كانت بتقول لو كان يو بساوي السوبرمم للست اس اف اند اونلي اف لكل ابسلون اكبر من الصفر، نقدر نلاقي اس ابسلون في الست اس بحيث انه يو سالب ابسلون اصغر من اس ابسلون. طب الان انا عندي في يو بيساوي السوبرمم لان اس بيساوي الست ان كل الاعداد الطبيعيه، هاي عندي السوبرمم لان اللي هو يو اكزيست. اذا حسب لما 1 12 لو اخذت ابسلون بتساوي 1، هذا عدد موجب. إذا لهذا الإبسلون بقدر ألاقي عدد إس إبسلون، هسميه إم هنا بدل إس إبسلون في اللمة،
عدد طبيعي، بحيث انه لما اخذ يو ماينس ابسلون اللي هو الواحد هذا بيطلع اصغر من اس ابسلون اللي هو ان. اوكي، اذا هذا نحصل عليه من لما 1 12. طيب المتباينه هذه ودي واحد انجري واحد على اليمين فبيطلع يو اصغر من ام زائد واحد. طب الام عدد طبيعي، اذا ام زائد واحد عدد طبيعي صح؟ اذا هذا ام زائد واحد عدد طبيعي واكبر من يو، ويو قلنا اليو هو السوبريمم لان يعني ابر باوند، بيطلع ابر باوند لان. فكيف يو ابر باوند للست ان للاعداد الطبيعيه وفي عنصر في الاعداد الطبيعيه اكبر منه؟ اذا هذا بيديني تناقض لكون يو هو ابر باوند لست للاعداد الطبيعيه. اذا وصلنا الى تناقض، وبالتالي هذا بكمل البرهان. اذا الفرض تبعنا التناقض هذا بيقول لي انه الاسامبشن تبعنا هذا انه الكلام هذا صح كان خطا. اذا صح نفيه اللي هو المطلوب. اوكي تمام. اذا هذه الاركيميديان بروبرتي، هذه الاركيميديان بروبرتي. الان الاركيميديان بروبرتي هذه او خاصيه ارشميدس لها صور اخرى متعدده، وهذه الصور هيها موجوده في كورولاري 1 16. اذا في النتيجه هذه في ان صور اخرى للاركيميديان بروبرتي، ف alternative forms يعني صور اخرى للاركيميديان بروبرتي. Let y و z be positive real numbers. إذا y و z تنتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية الموجودة. إذا أول نتيجة، يوجد n عدد طبيعي بحيث إنه z أصغر من n في y. إذا لو في عندي عددين طبيعيين، عددين حقيقيين موجبين z و y، بقدر ألاقي عدد طبيعي بحيث إنه z أصغر من n مضروب في y. كذلك لأي عدد حقيقي موجب y بقدر ألاقي عدد طبيعي مقلوبه أصغر من العدد الموجب y. طبعا مقلوب العدد الطبيعي دائما موجب. كذلك لأي عدد حقيقي موجب z بقدر ألاقي عدد طبيعي بحيث أن العدد الموجب z أكبر من أو يساوي n سالب 1 وأصغر من n. إذا الثلاث خواص هذول كل واحدة منهم بنسميها Archimedean Property أو صورة أخرى من Archimedean Property. الجزء الأخير هذا هو عبارة عن مثال وليس Archimedean، يعني هذا استثناء، يعني مجرد ست بتساوي السيكونس 1 على n متتالية الأعداد الحقيقية 1 على n حيث n عدد طبيعي. فالست هذه حنثبت انه الانفيمم إلها هو الصفر. طيب إذا نشوف نثبت الأجزاء الأولى. فالجزء الأول الجزء A لإثبات الجزء A، خلينا نعرف X بيساوي Z على Y. طبعا Z و Y أعداد حقيقية موجبة، إذا خارج قسمتهم أعداد موجب. إذا هذا عبارة عن عدد حقيقي موجب، يعني الإكس هذا عبارة عن real number وموجب. فحسب الأركيميديان بروبرتي قلنا إحنا لأي X عدد حقيقي نقدر نلاقي يوجد عدد طبيعي أكبر من الإكس. تمام؟ إذا الإكس اللي أنا ماخذه زي على واي بقدر ألاقي عدد طبيعي إن أكبر منه، يعني زي على واي أصغر من إن. لو ضربت المتباينة هذه في واي، واي عدد موجب، فحيصير عندي زي أصغر من إن في واي، وهذه هي النتيجة تبعت الجزء الأول. أوكي؟ إذا هيك بنكون أثبتنا الجزء الأول، واضح؟
لإثبات الجزء الثاني، لو أخذنا في الجزء الأول، لو أخذت زي بيساوي واحد، فبصير عندي واحد واحد أصغر من إن في واي. الزي هذا عدد موجب، فلو أخذت زي بيساوي واحد هذا عدد موجب، فحسب النتيجة إيه بيطلع عندي زي أصغر من يوجد عدد طبيعي إن، بحيث إنه زي أصغر من إن واي، يعني واحد أصغر من إن واي. الآن نضرب في واحد على إن، واحد على إن عدد موجب، لو ضربنا الطرفين في العدد الموجب واحد على إن بيطلع واحد على إن أصغر من واي، وهذا اللي إحنا عايزينه. تمام، إن هذا برهان الجزء الثاني. لبرهان الجزء الثالث، الجزء سي، بدنا نثبت انه لاي عدد حقيقي موجب زي في عدد طبيعي، بحيث انه زي محصوره بين ان سالب واحد وان. تمام، نعرف الست اي زي على انها كل الاعداد الطبيعيه ام اللي بتكون اكبر من زي. الان هذه المجموعه غير خاليه، لأنه الزي هذا الزي عدد موجب، وبالتالي في الآخر هو عدد حقيقي. فباي أركيميديان بروبرتي، إذا الأركيميديان بروبرتي اللي هي 1.15، رقمها نظرية 1.15 بتقول لأي عدد حقيقي زي يوجد عدد طبيعي يوجد ام في ان، بحيث انه زي اصغر من ان. اذا المجموعة هذه على الاقل فيها عنصر واحد اللي هو الام هذا، او خليني اسميه ام زي. تمام، الاركيميديان بروبرتي تضمن انه للعدد زي هذا، او اللي هو يعني احنا فرضين انه عدد موجب، الست هذه بقدر الاقي عدد طبيعي ام زي اكبر من الزي، وبالتالي المجموعه هذه تحتوي على العنصر هذا على الاقل. اذا هذه مجموعه غير خاليه، واضحه النقطه هذه؟ الان في خاصيه الترتيب، او بنسميها الويل اوردرنج بروبرتي، وهذه في الحقيقه بندرسها في نهايه في اخر شابتر في مبادئ الرياضيات. الويل اوردرنج بروبرتي بتقول انه every non-empty subset of n has a least element، يعني اي مجموعه غير خاليه من مجموعه الاعداد الطبيعيه لازم نلاقي لها least element، لازم يكون لها اصغر عنصر. يعني خذي انت هتجربي، حتى خذي اي مجموعه جزئيه من الاعداد الطبيعيه هتجد انه في عنصر فيها هو اصغر عنصر. فهذا طبعا حسب الويل اوردرنج بروبرتي، هذه اللي تدرس في المبادئ، وانا شخصيا لما بدرس مبادئ بحاول يعني امر عليها او اعطيها حتى لو يعني بصوره مختصره. بعرفش الناس الثانيين لما بدرسوا المبادئ بعتقد يمكن ما وصلوش الها، لكن مش مشكله، هي نحن بنحكي لكم عنها. اذا هاي عندي، هذا عباره عن سبست من مجموعه الاعداد الطبيعيه ونون امتي، اذا لازم يكون في الها ليست اليمنت. إذا بقدر ألاقي إن زي في مجموعة الأعداد الطبيعية، وهذا الإن زي هو الليست إليمنت للست هذه الغير خالية، أوكي؟ تمام؟ إذا هنا يوجد عنصر إن زي عدد طبيعي، وهذا العدد الطبيعي هو الليست إليمنت لإي زي. طيب
الآن هذا أصغر عنصر في الست هذه، يعني معناه إن زي لو طرحت من إن زي طرحت منها واحد، فطبعا هذا أصغر من إن زي، هذا أصغر من إن زي، صح؟ مظبوط. وهذا أصغر عنصر للست إي زي، هذا أصغر عنصر وهذا أصغر منه، إذا هذا العنصر مش ممكن يكون موجود في الست إي زي، صح؟ لأنه أصغر، لأنه هذا أصغر من إيه؟ من أصغر عنصر في الست. طيب معناه انه ما دام هذا ان زي سالب واحد ما هواش في اي زي، ما دام هذا العنصر مش موجود في الست اي زي، هذا هي معناته بحققش الصفه المميزه للست اي زي. متى العنصر بيكون موجود هان؟ اذا بحقق الصفه هذه او المتباينه هذه. طيب إذا كان العنصر لا ينتمي للست معناته بحققش المتباينة هذه، بحقق ما فيها. إذا هي بحقق ما فيها، هي إن زي ماينس واحد بدل ما يكون أكبر بصير أصغر من أو يساوي الزي. إذا كون العنصر هذا مش موجود في إي زي معناته بيطلع أصغر من أو يساوي الزي. والزي هو أصغر عنصر للست ايزي، فالزي اصغر من ان. احنا قلنا انه او اصغر من الان زي، هذه ان زي المفروض تكون الانزي. هذا الانزي هذا عنصر في وين؟ هيو عنصر، يعني هذا بينتمي الى الست اي زي لانه اصغر عنصر فيها فينتمي الى، فانزي ينتمي لاي زي، معناته الانزي هذا اكبر من الزي، الانزي اكبر من الزي. ومن هنا انزي سالب واحد مش موجود في اي زي فهو أصغر من أو يساوي الزي، وبالتالي هيك بنكون أثبتنا المتباينة هذه اللي هو اللي احنا عايزينه في الجزء سي. إذا هيك بنكون كملنا برهان الجزء سي. الآن بالنسبة للجزء الأخير هذا يعني عبارة عن ليس مش alternative form للاركيميديان بروبرتي، ليس صورة أخرى لخاصية أرشميدس، مجرد مثال، مجرد مثال. عندي ست والست هذه bounded above by 1 bounded below by 0، بدنا نثبت إنه الانفيمم تبعها بيساوي صفر. أوكي، ليه برهان ذلك؟ البرهان سهل، نشوف البرهان. كمان مرة، الست هذه هي عبارة عن، نكتبها ايش هي؟ الست اس عبارة عن the set of all 1 على n حيث n is natural number. تمام، واضح انه صفر اصغر من او يساوي 1 على n لكل n ينتمي الى n، صح؟ وبالتالي اذا 0 is lower
lower bound لمين؟ of set S. وبالتالي الانفيمم اذا it has an infimum by the infimum property. الانفيمم property بتقول كل set bounded below بيكون ال في لها infimum. سي W بيساوي infimum S. اذا هنا سي دعنا نسمي الانفيمم هذا اللي احنا ضامنين وجوده باستخدام الانفيمم property دعنا نسميه W. تمام؟ اذا الW هذا هو اكبر lower bound لست S والصفر lower bound. اذا اكيد الW اكبر من او يساوي صفر، صح؟ الصفر قلنا هيو lower bound للست والW هو الانفيمم اللي هو اكبر lower bound. اذا الW اكبر من او يساوي صفر. طيب احنا عايزين في النهايه نثبت انه الW هذا اللي هو الانفيمم بيساوي صفر. هذا اللي عايزين نثبته. انا عندي W اكبر من او يساوي صفر، لكن انا بدي اثبت انه W بيساوي صفر. تمام؟ فلإثبات ذلك خلينا ناخذ اي ايبسلون اكبر من الصفر. فحسب الاركيميديان بروبرتي اللي هو الجزء ب المكافي للاركيميديان بروبرتي لاي عدد موجب ايبسلون بقدر الاقي عدد طبيعي مقلوب واصغر من ايبسلون، صح؟ هذا الجزء ب من النتيجة هذه. إذا أنا في عندي هي واحد على إن أصغر من إبسلون، يوجد إن عدد طبيعي بحيث واحد على إن أصغر من إبسلون، وواحد على إن هذا عنصر، الواحد على إن هذا عبارة عن عنصر في الست إس، والدبليو هذا لور باوند إلها، الدبليو هذا هو الإنفيمم للست اس، وواحد على ان عنصر في اس، اذا الدبليو بيطلع اصغر من او يساوي اي عنصر في الست لانه لور باوند، صح؟ وقبل شويه قلنا انه الدبليو هيو استنتجنا انه الدبليو اللي هو الانفيمم اكبر من او يساوي الصفر اللي هو لور باوند، وهذا اكبر لور باوند. الان هذه الابسلون عشوائيه، إذا الكلام هذا صحيح لكل إبسلون أكبر من الصفر. إذا في عندي نظرية 1.8 بتقول لي، كانت تقول إنه لو كان الـ A عدد غير سالب وأصغر من إبسلون لكل إبسلون أكبر من الصفر، فهذا بيؤدي إنه A بيساوي صفر، صح؟ هذه نظرية 1.8، صح؟ إذا هي عندي أنا الدبليو اللي هي الاي اكبر من او يساوي صفر واصغر من ابسلون لكل ابسلون عدد موجب. فحسب النظريه هذه بيطلع دبليو بيساوي صفر، وهذا اللي احنا عايزين نثبته. تمام؟ اذا هذا بيثبت انه الانفيمم للست هذه او للسيكونس واحد على ان هو الصفر. تمام؟ وهنا استخدمنا في البرهان الاركيميديان بروبرتي، الصوره ب من الاركيميديان بروبرتي. في النظريه هذه احنا اثبتنا قبل هيك أثبتنا سابقا في السابق أثبتنا إنه في كان نظرية أو مثال بتقول إنه جذر 2 is not a rational number أو العدد جذر 2 is irrational. نعم، مظبوط. فطبعا في البرهان هذا اعتمدنا في البرهان
على انه جذر 2 هذا عدد حقيقي، يعني exist هو احد الاعداد الحقيقيه. وفرضنا عملنا برهان غير مباشر، فرضنا انه جذر 2 ينتمي ل كيو او عدد نسبي، وصلنا الى تناقض. تمام. اليوم نرجع للوراء شويه وبنقول احنا هنا في النظريه هذه، في البرهان او في النظريه هذه، افترضنا جدلا او افترضنا مسبقا انه جذر 2 هذا عدد حقيقي. اليوم حنرجع ونثبت انه الاكزيستنس اوف جذر 2، يعني جذر 2 هذا بنثبت انه هو فعلا عدد حقيقي، مش عدد اخر، مش عدد تخيل. نعم. اوكي. فهذا يعني البرهان او النظريه هذه بالضبط بتقول انه جذر 2 هو عدد حقيقي، يعني يوجد عدد حقيقي موجب اكس ومربعه هو 2. اوكي. فبرهان النظريه هذه يعني ممكن شويه طويل لكن موجود عندكم بالتفصيل، ويعني مجزأ الى اجزاء، ويعني مش صعب انكم يعني تقرؤوه بتمعن وتفهموا. فارجو انكم تقرأوا البرهان وتحاولوا تفهموه، وممكن يعني المره الجايه ان شاء الله نصل نحاول نمر عليه او نحاول نبرهنه بسرعه. تمام. اذا نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله المره الجايه.